السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بيكم في مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة قوي، وصفة بلدي كده بقى، الأكل الحرش الجميل اللي الناس كلها بتحبه والناس ما بتختلفش عليه، زهق الأكل. هنعمل النهاردة مع بعض البصارة. إن شاء الله مكونات خفيفة وبسيطة وسريعة قوي وسهلة جدا. هنسمي الله كده، بنقول المقادير معانا. معايا ربع كيلو فول مدشوش، اللي هو الفول المتقشر، انا غسلاه كويس. ومعايا هنا ربطة شبت وكزبرة وبقدونس، ومعايا بصلاية كبيرة، قرن فلفل، معايا توم، راس توم صغيرة متقشرة. ومعايا بقى المكونات بتاعته اللي بتتحط عليه. معايا معلقة ملح، فلفل اسمر، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كمون، شويه نعناع، مكعب مرقه الدجاج، ده اختياري يعني، ممكن حضرتك تحطيه ممكن ما تحطوش، براحتك. دي كده مكونات البصله. هعمل بقى معاها بتنجان مخلل بس مسلوق مش مقلي، وهعمله النهارده هحط عليه كمون، وهعمله بالخل، وهحط له شويه كزبره خضراء، علشان هو الطعم ده بيمشي قوي مع البصاره، يعني غير اللي انا كنت عاملاه مع الكبده المرده. يعني كل اكله بيبقى ليها كده بعض توابل وبعض حاجات كده، مكونات بتتحط على البتنجان المخلل تمشي مع الاكله يعني. هنسمي الله بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. معايا حله هحط فيها الفول، الفول بتاعنا اهو، وهحط فيها التوابل والبهارات والحاجات دي، والنعناع. النعناع اساسي يا جماعه، البصاره النعناع اساسي فيها، من غير نعناع البصاره ما بقاش ليها اي طعم. وهنا هناخد مع بعض، هناخد البصلايه الكبيره، وهناخد بس شويه ثوم عشان في شويه هناخدهم هنحمرهم مع التقليه. ومعايا هنا قرن الفلفل هنقطعه ونحط عليها، زي بقى ما حضراتكم تحبوا، عايزينه اخضر حامي، عايزينه بارد، براحتكم. عندي بقى هنا الخضره بتاعتي، انا ما بحطهاش دلوقتي مع بدايه التسويه، انا عشان خاطر اخلي البصاره بتاعتي لونها اخضر بحطها في اخر غلوه. الخضره كده كده ما بتاخدش وقت، يعني في اخر غلوه للبصاره اروح حاطه فيها الخضره بتاعتي. حاجه بتاعتي جميله جدا وشكلها في منتهى الروعه. هنحط لها بقى الميه بتاعتها ونرفعها على النار، ما تحطش ميه كتير يعني، بتاع لتر ميه كده او اقل كمان، يعني الفول علشان خاطر مغسول، الفول المدشوش مغسول فمش هياخد سوى على النار. ان شاء الله اما اجي احط الخضره واحضر حاجه البتنجان ارجع لكم. رجعت معاكم حبايب قلبي. انا حضرت كده الخلطه بتاعت البتنجان، انا حطيت هنا شويه كزبره خضراء، وضربت الفلفل والثوم في الكبه او نطحنهم بالهون يعني باي طريقه. ومعايا هنا كمون، ومعايا ملح، معايا هنا خل وليمون، خل وعصير ليمون، نحطهم كده مع بعض. انا بحب دايما يعني الحاجه اللي بتكون جنب الاكل، انا حاطه ملح بسيط قوي علشان نقدر ناكل من البتنجان زي ما احنا عاوزين يعني. يعني مش بحط ملح كتير ويبقى صنف زي ترشي مثلا كده، لا انا بعمله عشان اخد فايده البتنجان، ان انا اكل بتنجان كويس. فيعني انا حاطه ملح بسيط قوي، مش حاطه ملح كتير. وبحب احط كمان الخضره او الحاجه اللي بحطها جنب الاكل تكون واخده بنفس طعم الحاجات اللي في الاكل من نفس المكونات. كمل بقى كده اهو، البتنجان اهو معايا انا مفتحاه، اي بتنجان بقى اللي موجود يعني، بتنجان رومي، بتنجان عروس، اي نوع بتنجان، المهم ان احنا يعني ناخد فايده البتنجان اهو. انا سلقاه بس مش مسويه قوي. كنت مخلله مع حضراتكم برضو قبل كده البتنجان اللي انا كنت مسوياه سلقاه برضو، اللي هو
لا يا ربي ما كنتش سلقاه، كنت قلياه، اللي هو كان مع الكبده، كان تحفه برضو، كان طعمه حلو قوي. الخلطه بتاعته بتختلف عن ده شويه، يعني انا كل نوع بتنجان بيبقى على حسب نوع الاكل اللي انا باكله. يعني التاني كان محطوط له بس ملح ملح وفلفل والليمون بس فقط لا غير، ما بحطلوش خل، ما بحطلوش كمون، ما بحطلوش كزبرة. ريحته والله جميلة جدا، وهيمشي قوي مع مع البصل. قدم بقى جنبها جرجير، طبق سلطة زي ما حضراتكم تحبوا. يعني انا بدي بس الافكار عشان الناس اللي بتبقى زهقانه من الاكل، وبعد كده بقى انتوا بقى تشكلوا وتفننوا وتبدعوا زي ما انتوا عايزين. كده انا خلصت البتنجان بتاعي. البتنجان ده بتاع المكدوس السوري، اللي هي البتنجانية تلاقيها مدورة بقى وصغيرة كده، بس احنا يعني ما عندناش ناس كتير قوي تعرفوا، عشان كده يعني مستبعدها شوية. اهو كده احنا خلصنا البتنجان بتاعنا، اهو باقي الخلطة بقى ننزلها عليها. هي مش محدقة قوي وطعمها حلو. كده بقى فاضل لنا ان احنا نحط الخضرة على البصارة بتاعتنا، ونرجع بقى نخلصها مع بعض. معايا كده حبايب قلبي فول البصارة اهو، خلاص داخل في السوا اهو، ما شاء الله ريحته قلب الدنيا. المرحلة دي بقى هننزل الخضرة مع بعض عشان تاخد غلوة واحدة بس، وبعد كده ايه نستنى تهدى تبرد شوية ونضربها في الخلاط مع بعض. زمان بقى ما كانوش بيضربوا العدس والبصارة والحاجات دي في الخلاط، كان في حاجة اسمها مفراك، يعني كانوا يضربوا بيها كده حاجة خشب كده يضربوا بيها زي المضرب اليدوي بتاع دلوقتي، يعني بتنزل بقى بتبقى قطع كده، بتبقى جميلة قوي، بس مش موجود بقى دلوقتي خلاص للأسف. هنعمل دلوقتي بقى مع بعض التقلية، ونسيب بقى البصارة بتاعتنا تبرد ونضربها مع بعض في الخلاط. دلوقتي حبايب قلبي انا طفيت على البصارة، هديت شوية، ده كده لون الخضرة بتاعتها وهي فيها، الفول اهو يعني استوى خالص. هنضربه بقى دلوقتي مع بعض في الخلاط ونشوف النتيجة بتاعته، نشوف القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. بسم الله. بصوا يا جماعة القوام بتاعها عامل ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، عايزين قوامها يبقى كده. وبصوا بقى حتة ان احنا حطينا الخضرة بعد ما الفول استوى مخلي البصارة لونها اخضر، انما لو حطينا الخضرة من البداية البصارة بتاعتنا هيبقى لونها بني، مش هيبقى هو ده يا جماعة اللون اللي احنا عايزينه يكون معانا. هنضرب كده بقية الكمية بتاعتنا. تاني يا جماعة بص القوام بتاعه اهو، احنا عايزين قوامه تقيل كده، مش عايزينه يكون اخف من كده، اخف من كده هيبقى مية، احنا عايزين عشان نعرف نغمسها، لان طبعا البصارة بتتغمس بالعيش، عيش البلدي مع البصل بقى والبتنجان والجرجير، حاجة كده من الاخر حاجة روعة. دلوقتي بقى هنعمل ايه معانا هنا؟ بصل متقطع قطع صغيرة، معايا كام 5 فصوص ثوم كده. انا بقى التركة دي بتاعت امي الله يرحمها، كانت بتحمر ثوم قطع مع التقلية بتاعت البصارة، كانت بتخلي طعمها وريحتها في منتهى الروعة. بعد ما بنخلص التقلية
بناخد نصها بره والنص التاني بنحطه جوه البصاره بشويه زيت من بتاع التقليه، بيديها تيست عالي قوي وبيخليها بتلمع وبيخليها بصراحه في منتهى الروعه. هنروح دلوقتي نعمل التقليه مع بعض على النار. دلوقتي احنا بقى على البوتاجاز مع بعض اهو، الزيت بتاعنا سخن، نسمي بالله كده، ننزل البصل بتاعنا عليه. ان شاء الله البصل دوت باذن الله احنا عايزينه لونه فاتح، عايزينه لونه ذهبي، مش عايزينه يتحرق مننا، عشان احنا هناخد نصه هنحطه جوه البصاره بشويه زيت منه، والنص التاني هنرشه فوق الوش مع شرايح الثوم. ان شاء الله يخلص ونرجع بقى نطبق الاكله مع بعض. رجعت معاك حبايب قلبي، اهو التقليه بتاعتنا خلصت اهي ما شاء الله عليها. هناخد بقى جزء منها كده، انا بحبها اللون الذهبي دوت، مش بحبها اغمق من كده. هناخد بس جزء منها كده وهنا اهي، نسيبها بقى تبرد. وهناخد بقيه المكونات هنحطها هنا فين اهي، بقيه البصل بشويه الزيت، انا كان الزيت كان كتير شويه شلت منه حبه بعد ما اتحمر البصل اهي، يبقى بالمنظر ده كده. هنقلبها كده اهو، بنسمي الله. بصوا القوام بتاعها يا جماعه، انا ما بحطش ميه كتير وانا بسلق الفول علشان خاطر يبقى القوام بتاعه كده، احنا مش عايزينها ميه، احنا عايزينها ليها قوام عشان تعرف تتغمس تبقى كويسه يعني. دلوقتي بقى هغرف ونرجع مع بعض. ورجعت معاك حبايب قلبي، خلاص احنا كده خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده. البصاره انا عارفه بسم الله ما شاء الله كل ستات البيوت شاطرين فيها، بس هنقول تاني في بعض البنات وبعض اللي لسه حديثي دخول المطبخ ما بيعرفوش يعملوها، فانا بس حبيت اوريها لكم واوريكم تركاتي فيها. بصوا بسم الله ما شاء الله لونها اخضر ازاي، خضرها والله اللي العجب ده، يمكن كمان يعني الكاميرا ظلمها. وادي معانا البتنجان المخلل اهو، بالفلفل الاحمر والثوم والكزبره الخضراء، ومعانا الجرجير، وادي التقليه بتاعتنا. بصوا يا جماعه بقى انا طلعتها فاتحه، يعني كان ممكن اللي يشوفها يقول ايه ده، دي فاتحه دي نيه، لا انا عايزاها لونها ذهبي بالشكل ده كده، فلازم لما اجي انزلها من على النار لازم انزلها تبقى افتح شويه، عشان كده كده لما بتستنى بتغمق. تمام، هنحط بقى كده بسم الله، ونحط كده شويه بصل هنا كده، بصل وثوم مع بعض اهو. انا بحب احط التقليه للي عاوز، بس يعني في ناس مش عاوزه ممكن نحطها جنبها للي عاوز يزود عليها. ادي يا جماعه طبق البصاره بتاعنا بألف هنا وشفا باذن الله، وان شاء الله الوصفه بتاعتي تعجبكم النهارده. وعشان انا بصراحه انا اتطلبت مني، يعني انا في حبايبي طلبوها مني قالوا لي بقى اعملي لنا بقى بصاره، اعملي لنا عدس، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي، عشان احنا بقى كل سنه وانتم طيبين داخلين على رمضان، وهنبقى الفتره اللي جايه دي طول رمضان بنقعد ناكل في اللحوم كتير، فيعني عايزين ايه عشان لما نخش على رمضان باذن الله يبقى لينا نفس ان احنا ناكل، يعني ناكل بنفس ان شاء الله باذن الله، ربنا يجيب علينا بالخير يا رب ان شاء الله. اتمنى من ربنا ان الوصفه تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، وما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.